السلام عليكم، معكم هاني صقر مرة أخرى. الفيديو ده غالبا هو الفيديو الثامن في سلسلة الـ Alternative Route to the US، والفيديو ده إن شاء الله أنا هخصصه وهكون محدد فيه، وأحاول لأن هو فيه سلايدز كتير، 32 سلايد، فأحاول قدر الإمكان إنه لا يتجاوز ساعة أو ساعة ونص إن شاء الله، فهكون سريع. بس هو عامة مخصص للحمد لله، اتقبل وجاله position في any university as a PhD program. أنا أعرف منهم اتنين، عمرو الليثي وهشام عبد المطلب، وبنقول لهم congrats يعني ومبارك وتوكلوا على الله. ف whatsoever if any other candidates have already matched في أي PhD program، يعني بعمل لهم الفيديو ده ونسميه grad student's life، فنتكلم فيه عن حياة الجراد student اللي هو أي حد اتقبل من ساعة ما بيروح بعد طبعا ما بيخلص مقابلة السفارة الأمريكية، بياخد الفيزا وبيطلع على المطار وبيسيتل هناك في the United States يعني. المرة دي مختلف في العرض في نقطة أو نقطتين. النقطة الأولى إنها هحط مستطيل أصفر في نهاية كل سلايد، يعني ده بقول الـ take home message أو بـ emphasize important thing. بعض الناس بيسأل هي دي الولايات المتحدة أو دي خبرتك في الولايات المتحدة؟ The answer is no and the question is non-specific. يعني أنا لم أمكث في 50 ولاية من الولايات المتحدة حتى أنقل لك خبرة 50 ولاية. Every state is different, every university even is different. I'm not saying they are matching 100%، بس يعني في كل جامعة بتختلف متطلباتها عن الأخرى يعني، وإن كان الفريم العام واحد كما سنذكر إن شاء الله عز وجل وإحنا بنناقش العرض يعني. ولكن في هذه السلايد انا قايل في اربع اشخاص اولس، يعني انا حطيتهم كريفرنسز از ويل، استقيت منهم خبره البي اتش دي او خبرتهم الحياتيه في البي اتش دي، عشان ما يكونش الكلام مجرد هاني اللي مكث في شريبورت لويزيانا بيخلص البي اتش دي بتاعته. لا، ده في اذر كانديديتس، دكتور حسام كان في يو تي ساوث ويسترن، حازم في ممفيس تينيسي، يارا كانت معايا بس قسم اخر، وحاتم في بيتسبرغ. فيعني دي العرض ده بيمتاز اصل ايضا، وهذه النقطه الاخرى انها ليست مجرد خبرتي انا، دي خبره اربع اشخاص بالاضافه الي، يعني خبره خمسه اشخاص حتى يكون الافاده اعم واشمل. ولكن مرة أخرى بأكرر، وهذه مرة الثانية والأخيرة للتكرير، أن الولايات المتحدة ربما تجد اختلافات لن تكون كبيرة، ولكن هنا طبعا there are differences for sure يعني. فإن شاء الله نتوقع على نبتدي، وأحاول أكون كما ذكرت سريع. فدي ال previous shows أو work اللي عملناه، please listen to it يعني، take home message من السلايد دي. أنا اتكلمت عن alternative route وجاوبنا على بعض الأسئلة، وإن كان مازال أكثر الأسئلة بيأتي، بس يعني دول 2 4 5 7 7 سلايدز. دكتور محمد صلاح وبقية الإخوة على الإمتار عارفين، وده أظن لينك كان دكتور محمد صلاح الله يبارك فيه جمع فيه كل البريفيوس ورك اللي أنا عملته. فأرجوكم بليز ليسن تو ذيم أول. بعض الناس بيسمع بس أول 2 بارتس أو ويجي يسأل أسئلة، ما هي موجودة في بقية البارتس. فبليز ليسن أند جو كيرفلي ثرو أول أوف ذيم أند ثورولي يعني. زي ما ذكرت العرض مخصص للناس اللي الحمد لله جالهم positions. انا زي كما ذكرت اعرف منهم اثنين فقط. فبعد ما بتاخد الفيزا بتاعتك من السفارة وبتحضر شنطك، فانا قلت in the airport يعني، انت طبعا في in the United States airport او whatsoever اوروبا أو أستراليا if you get a PhD there، فبتعمل ايه؟ فانا بس بحاول ادي points make people aware of what they're gonna face or what they're gonna meet. فالchicken system في المطارات بيبقى فيه self searching، ربما بعض الناس وخاصة لأول مرة مثل حالتي يعني هيغادر القاهرة أو مصر إلى بلد أجنبية، هلاقيه سخيف شوية، بتقلع كل حاجة، ميتلز، الحزام، الجزمة، الكوتشي، whatsoever، النظارة، الساعة، سخيف شوية. بس هذا يعني this applied on everyone even the Americans. فيعني بس حضروا نفسكم إنه في قد يكون في self searching سخيف، ما تحطوش أي آلة حادة ولا مقصات صغيرة في الكاري أون باج، ممكن تحطها في اللاجج، بس take care يعني من الثينجز اللي بتحطها في الكاري أون باج. ضابط الهوملاند سيكيورتي اول ما بتخلص سيلف سيرشنج بتعدوا على بالضبط زي مطار القاهره اللي هيسافر منكم على شبابيك، وفيها ناس قاعدين اللي هم الهوملاند سيكيورتي اوفيسرز، فبيسالك انت جاي ليه، وطبعا بيطلب منك الاي 20، ده لازم تبقى معاك محضرها مع جواز السفر. فجاي ليه وكده يعني هذا ار فيري نايس، مش هيسالك يعني كويستشنير طويل، ده مجرد سؤالين ثلاثه وهيحييك ويقول لك هاف ا جود ستاي في الليس. بس النقطه المهمه هنا ان هو هيبص في الاي 20 وهيختم لك على الباسبور بتاعك ختم ازرق مدور، بالظبط زي ما تقول ايه ختم دخول الولايات.
هو بيبقى ختم لونه ازرق، وانا اسف لم اضع يعني صوره هنا ليه، هيبقى ختم بيضاوي لونه ازرق وبيكتب جواه مده الاقامه. الفيزا، كلمه فيزا معناها تاشيره الدخول مش معناها الاقامه، مجرد بس شيء بيجعلك تدخل الولايات، لكن الستاتس بتاعتك هي دي الاقامه. فتاكدوا ميك شور ان هيعمل الاستامب هيكون فيه الكلمتين دول، دي اس بالنسبه لل، انا بتكلم على الاف 1 فيزا، جي 1 انا لا اعرف. بالنسبه للدي للاف 1 هيبقى لازم يكتب لك ديوريشن اوف ستاتس او دي اس عشان ما تعملش مشاكل، لانه لو كتب لك مثلا 6 شهور يعني هتضطر بقى لما تروح الجامعه تكلم الليجل افير بيرسون اللي هو المتصل مع السيفيس وتقول له ده ادوني بس 6 شهور كان يو اكستندد فور مي، فيعني وجع راس انت ممكن تكون في، او حضرتك ممكن تكوني في غنى عنه بانك يعني ميك شور يعني هو بيديك الستامب حتى لو عمله 6 شهور قول له بليز بوت الدي اس، يعني هي نيجوشيبل ما تاخدش اي حاجه وتمشي، لا تاكد انها ديوريشن اوف ستاتس، وحتى لو ما كانتش ديوريشن اوف ستاتس ارجع له مره ثانيه قول له انا ستودنت وعلى اف 1 فيزا واف 1 5 سنين، لو سمحت اديها لي ديوريشن اوف ستاتس حتى لو تسبب لي اي مشاكل مع او a lot of paperwork في الجامعه، يعني لان الورق هتاخد هيروح هيروح للهوملاند سكيورتي ويرجع تاني وانت ستودنت وانت مش عارف لسه السيستم. ف from the beginning make sure it's duration of status. Follow directions، ما تلاقوا ساينز غير بلادنا يعني هتلاقوا ساينز بتقول لك فين الاكزيت فين اللاجج فين فين الترانسبورتيشن، ف follow directions you don't need much help because in كل حاجه تبقى very easy بالساينز والبوردز اللي موجوده بي give you directions. يعني افضل شيء ان يكون في حد منتظرك، يا اما حد صديقك، الناس اللي ليهم اقارب او راحوا الولايات كذا مره او ليهم country friend مستنيهم او اي friend في الجامعه، ما هو وده شيء هتكلم عنه في السلايد اللي بعدها. اما كانش يبقى على الاقل خلي البروفيسور بتاعك يعرف الايتينيري بتاعك اللي هو جدول الطيران او الرحله، ويعرف رقم الرحله الاخيره اللي هتوصل الولايات هتوصل امتى، حتى عشان يبقى منتظرك في المطار. يعني to be thrown in the middle of nowhere it's not a good experience يعني، وده الحمد لله حصل لي ان كان في بروفيسور مستنيني، ولكن الافضل طبعا ان يكون يا اما قريبك عمك خالك اولاد عمك واتس ايفر او country friend. مفيش يبقى at least كلم البروفيسور but don't be shy and say ان شاء الله I will manage no it's tough. اخر حاجه ودي برضو دي كلها يعني نصايح trying to prepare the people for what they're gonna face. يعني هخلي معاكم كوينز ممكن تحتاجوها، طبعا دلوقتي في الواكي تاكي والرامينج والفيري اب تو ديت فونز والايبادز والتابلت، بس يعني اللي هو انسان على قده يعني ما هوش الكلام ده زي ما برضه ما حصل لي. خلي معاك كوينز احتمال تحتاجها تتصل انترناشونالي او ناشونالي اللي هي الكوارترز الارباع دولار، معرفش هتلاقوها في مصر ولا لا. خلي معاكم كوينز و 1 دولار بيلز احتمال تحتاجوها. وافضل من هذا و I'm very highly or strenuously insisting or stressing on this point، افتحوا تشيكن اكونت او كريدت كارد في سيتي بانك، سيتي بانك او باركلي بانك، البنكين دول مشهورين قوي في مصر انك تفتح فيهم اكونت is very easy but they are, this is gonna help you a lot في امريكا، لان انت اول ما بتنزل امريكا you don't have any financial credit history، عشان تشتري تليفون عشان تأجر بيت عشان تعمل اي حاجه اقول لك you don't have history we don't trust you، يعني don't take it personal، هي مش حاجه شخصيه فيك، هي مجرد ان هو he doesn't know you، فهيديك ازاي تليفون هيديك ازاي اي نوع من المعاملات وانت you don't have good credit history. فلكن لو فتحت الحاجات دي في مصر هيبقى معاك سيتي بانك كارد فور تشيكن اكونت واتس ايفر، فممكن تتعامل بيه في امريكا. سيتي بانك بنك كبير ومشهور وصعب قوي تفتح فيه من اول حتى السنه، يعني بتاخد وقت على ما تبيلد يور كريدت هيستوري لنفسك يعني. فمن دلوقتي في مصر روحوا البنك وافتحوا فيه اكونت او سواء سيتي بانك او باركلي، او تيك هوم مسج، او يعني لو نسيتوا كل النقط دي تيك هوم مسجز خلي معاك حاجه اب تو ديت فون او تابلت او واتس ايفر، يكون عنده واكي توكي تكلم الاستاذ بتاعك تكلم ناس في مصر اللي هو فايبرز ما شاء الله مشهور يعني، او خلي الموبايل بتاعك لو هو قديم رامينج يعني حول السيرفيس بتاعته لليونايتد ستيتس واتس ايفر، ذس از فيري امبورتنت يعني فيري هيلبفول يعني، وخاصة الناس اللي بيروحوا أول مرة. بعد ما بتنزل المطار وحد بيوصلك بيبقى عندك أول نقطة هتفكر فيها أو تعتبرها الهاوزنج، هقعد فين؟ فدي الأوبشنز المتاحة كلها، فإما هتقعد عند حد صاحبك اللي قابلك في المطار فريندز هاوس، أو لو حد قابلك هتقول له ده أنا عارف فلان الفلاني ساكن في الحتة دي، وده أنا أفضل إنك تحضره من مصر أو يعني من your country start preparing this from your home country، إنك تظبط أو تنسق مع حد هناك، حد زميلك قاعد حتى لو بيشتغل في مجال تاني لو هو كلينيشن بيشتغل فيزيشن بيشتغل في المستشفى، ممكن تقول طب اقعد عندك اسبوع او 10 ايام لغايه ما الاقي one of the other options down there اللي انا هتكلم عنهم في نقطه 3 او 4 يعني. اما كانش لقيت اي فريندز هاوس ما فيش حد تقدر تنزل عنده اسبوع او اسبوعين يكرمك، خلاص في الاسلاميك سنترز يعني this may help خاصه للولاد they don't care يعني ممكن ينام اسبوع في المسجد ما فيش مشاكل عنده يعني.
اما كان هيبقى inconvenient for you، خلاص يبقى الاوبشن الثالث اللي انا برجحه عن حتى الابارتمنتس الهاوسز اللي هو الهوتيل او الموتيل يعني. وليه افضل من الابارتمنت؟ ابارتمنتس مش هتبقى furnished، mostly مش هتبقى furnished، لو furnished هتبقى غالية. لكن over 80% من الابارتمنتس بتبقى not furnished، بس شقة وخلاص بتأجرها. لكن الاوتيل مزيته انه furnished، في كل الاساس اللي انت عايزه، في انترنت، فلو عايز تتصل بالجامعة، عايز تتصل بالناس، تشوف الاخبار ايه، لان هذا مهم قوي في اول اسبوعين يعني. طبعا بيبقى غالي شوية يعني، لو الابارتمنت قلنا انها ب 600 ممكن تلاقي الاوتيل ب 900، بس يعني it's worth it لانها furnished وفيها انترنت. الاختيار الرابع والاخير، بس ده بعد ما بتبقى settled يعني، ده مستحيل يعني، ولو تخطئوا خطأ يعني، انا اخطأت وقعت في خطأ ان انا ما كنتش محضر لسه، لذلك انا قلت في اول نقطة prepare it from Egypt. في موقع اسمه Craigslist، Craigslist مرة اخرى اسمه Craigslist، ده ممكن تبتدي تدور فيه على apartments for rent. والاخوة على امطار ما شاء الله عندهم خبرة في هذا يعني، انا احيلكم الى الناس اللي عملوا هذا من قبل. هو موقع بيتكلم عن الرنت، لو عايز تأجر apartment او house، فممكن تكلم الناس من دلوقتي، تبعت لهم سكان الاي 20 بتاعتك وانك ستودنت وكذا وكذا وجاي، ويرتبوا لك شقه ممكن، اه ممكن، وتدفع حتى لو داون بيمنت او حاجه يعني. ف اي دونت ريكومند انك تو باي اونلاين unless يو جو ذير، بس يعني at least تبقى prepared yourself from Egypt which is the best option يعني، don't wait till the very last moment يعني. ما علينا، ففي النقطه الرابعه دي انا متكلم على ال different options يعني، يعني apartments condos and houses. ف دي ذا بيست من الاوبشنز الثلاثه اللي فاتوا، لكنها هتبقى صعبه انك تجيبها يعني. دون اكسبكت انك اول ما تنزل امريكا هتلاقي ابارتمنت ريدي فور يو، unless you really worked hard and did your homework and prepared everything from Egypt يعني. otherwise it take at least two couple of weeks لغايه ما تسيتل في ابارتمنت او هاوس يعني. according to ايه اختارها يعني، ايه المعايير او الكرايتيريا اللي اختار عليها ابارتمنت؟ اول حاجه وخاصه في اول 6 شهور انت محتاج بس حاجه تكون قريبه من من الكامبس الجامعه. ف distance from campus I think it's the most important thing يعني to think about it أو to put it into consideration في أول 6 months. العقد أي عقد يبقى 6 شهور يعني، فحتى لو الشقة ضعيفة شوية خاصة لو أنت single أو أنت single يعني، اقعد فيها شوية وتحمل بس أول 6 شهور لغاية ما put yourself in the system and know how things going يعني. الرنت per month بيبقى تراوح من 600 ل 1000 لو هي apartment أو كوندو، كوندو لو شقة تمليك، او تاون هوم يعني. انا كنت قاعد في تاون هوم رخيص الحمد لله يعني، بفضل الله كان بدفع 600. تاون هومز عاده بيبقوا ستارتنج 700 ان اباف، بس يعني تاون هوم جميل. مزيته عن الاثنين دول ان التاون هوم بيبقى تو ليفلز، الكيتشن تحت والباثروم والبيدروم فوق يعني، كنت بحب التاون هوم يعني. anyway فدي الاسعار بالنسبه لدول، او لو حد بقى عنده فاميلي وعايز هي لايكس هيز اون برايفسي وعايز يعيش بس ومعاه اطفال، هيحتاج ياجر يعني يا اما تاون هوم يا اما هاوس. فده بيبدأ من 1000 up to 1800 maybe more according to where you stay in. ف this will need a little bit of financial aid من اهلك بقى في مصر انهم يساعدوك شويه to pay for the rent of a house. بس انا اعرف اصحابي يعني عايشين في هم a greenhouse يعني، which is no big deal يعني، ممكن تلاقي حاجه في حدود 12 to 1500 reasonable يعني. نقطة ثالثة بقى، بس طبعا بعد الرنت، لان طبعا اكثر الناس بينزلوا يعني البادجت بتبقى they really care about the budget، وانا حاطط اهو تيك هوم مسج تشيب از نوت جود، فما تسترخصش قوي يعني. ماشي انا عارف ان معظم الناس خايفه ومعاهمش فلوس ولسه ما اشتغلتش ولا didn't take a first salary او stipend، بس تشيب از نوت اولويز جود يعني، رخيص ليس جيدا في يعني. لو هتدفع بدل ما تدفع 600 هتدفع 700 وتقعد في حته سيف وابارتمنت بيج، اي وود ريكومند ات عن ما تقعد في استوديو. في ناس بيعرفوا في استوديو اوضه وصاله، اوضه وصاله كبيره فيها الكيتشن كلها مفتوحه على بعضه يعني، اي دونت لايك ات بت it's an option للي هم ناس financially يعني قدرتهم المادية محدودة شوية. النقطة الثالثة في الكرايتيريا السيفتي يعني، خاصة الناس اللي هيبقى معاهم عائلات أو متجوزين، هيبقى عايز يقعد في حتة سيف، مش حتة فيها نيجوز أو أفريكان أمريكانز أو في حتة فيها دراجز أو كرايم ريت يعني، في كرايم ريت هناك. ففي النقطة الثالثة اللي هيفكر فيها السيفتي. النقطة الرابعة يعني this is something trivial، ودي حاجة كلها personal subjective size، واحد عايز يقعد في استوديو زي ما ذكرت، واحد عايز لا ده عندي family عايز يحط حتة كبيرة. ف the take home message من كل اللي أنا قلته ده، one cheap is not good يعني، حتى هتصرف فلوس شوية في الأول بس cheap is not good، make your life easy especially في أول 6 شهور أو أول 4 شهور من خلال ال PhD program بتاعك يعني. بعد ما بتخلص الفترة دي أنا أنا highly recommend، لأن كل ال PhDs بيبدأوا في 1 أغسطس. انا برضو this is advices and recommend my recommendations يعني based on others يعني، روح قبلها باسبوعين يعني، روح مثلا في نص 7
بلاش تروح 28 7 يعني، هتبقى you are just squeezing yourself and putting yourself under strain يعني، كان في غنى عنه. ما تروحش مثلا 28 او 29 ساعه وتقول انا هبدا قبلها بيومين، يعني هتقعد فين ومين هيتصل بيك وحد هيشوف لك يعني، unless you are really preparing everything زي ما انا ذكرت وكررت 100 مره انك ما تحد يعني تبقى I'm preparing from Egypt. Other than this I recommend انك تروح قبلها باسبوع او 10 ايام بس to know how things are going يعني. بعد ما بتسيتل يور سيلف ان شاء الله او تسيتل في واتس ايفر الاوبشنز اللي قلناها، هتروح الجامعه تكونتاكت البروفيسور، هي هو اللي هياخدك ويوديك او يعرض. لان طبعا انت مش هتبقى معاك ترانسبورتيشن فيهيكل unless again and again you have a family or relative there. بس احنا بنتكلم ان جنرال ان معظم الناس ده حد معرفتي اللي بيروحوا بيبقى معاهم يعني لا معلوش relative في the same state او the same university he got matched in. فهتت كونتاكت البروفيسور، هو يعني they are very very large people، ما تتكسفوش، دي النقطة اللي عايز اقولها في السلايد دي، ما حدش ينكسف يقول ده انا كده بتقل عليه، ما فيش الكلام ده في امريكا. if he has time or if she the professor بتاعك he or she has time هيقول لك اه I'm welcome to give you a ride every day to the school، if not هيقول لك والله انا اسف هشوف لك واحد. فيعني انسوا ثقافة وكالتشر بتاعتنا الشرقيين اللي هو انا كده بتقل عليه، لا نو امريكان فيري لارج فيري فيري نايس في النقطه دي، انا هتقول له ممكن توصلني اقول لك نو بروبلم او لا انا هشوف لك فلان يوصلك او واتس ايفر يعني، فما تتحرجوش او ما تتكسفوش. فبيبدا حاجه اسمها الاورينتيشن ويك، هو غالبا بيبقى اسبوع ما بيضطروش تاخده اكتر من كده. ايه بقى الاورينتيشن ويك؟ باختصار في كلمتين بيعرفك السيستم في الجامعه ماشي ازاي. ف it started the first day of the semester في 1 اغسطس بالظبط، وبيقعد اسبوع غالبا. في خلال الاسبوع ده بتعمل كل الايتمز اللي هي من رقم 2 3 4، تعمل سكريننج تيست يعني بياخدوا منك بلود سامبل يورين سامبل sometimes not always عشان يشوفوا لو في اي دراج انت بتتعاطى اي شيء، وبيعملوا عليك كمان سكيورتي باك جراوند تشيك يشوفوا لو في كريمنال هيستوري. وطبعا ما بياخدش معانا وقت لان ما حدش فينا معروف هناك. بياخدوا لك صور طبعا وبيبتدوا ابلاي على السوشيال سكيورتي نمبر، ده اللي هو تشتغل بيه في امريكا يعني، مش هتعرف تبدا شغل الا لما يجي لك السوشيال سكيورتي نمبر يعني، اللي هو بيحطك في السيستم الامريكي بحيث ان انت تبقى معروف لدى السيستم. لو تحب تابلاي على anything travel to buy a car تعمل anything ف this is the reference بالظبط زي الرقم القومي هنا في مصر. كمان بتروح مكتب الليجل الشؤون القانونيه والليجل افيرز والهيومن ريسورسز اوفيسز، بتبتدي بقى تحط لنفسك اكونت يوزر نيم واتس ايفر. بيخدوك يعني يفتحوا لك بنك اكونت، وفي معظم الكامبسز في بنك اسمه سي اف كامبس فيدرال كريدت يونيون سي اف سي يو، وده بنك يعني فيري فيري جود يعني، وبيبل ار فيري نايس بي تراست يو ويزاوت اني جود اني كريدت هيستوري ات اول يعني، حتى انت لسه رايح جديد بس دي اكسبت يو جاست باي يور اي 20 اند ذا بوزيشن يو جات ان ذا كامبس، فبيعملوا لك بنك اكونت وده فيري هيلبفول يعني. انت بتحتاج يبقى معاك كريدت كاردز اند تشيكن ديبت كاردز عشان تبتدي تعمل البرتشيز بتاعتك افري ديلي برتشيز يعني. وكذلك في الاورينتيشن ده بيعرفوك على الهيلث بلانز، وده برضو بحب اوضحه للطلبه او اي حد هيبقى بي اتش دي ستودنت، يو هاف تو هاف هيلث انشورنس بلان يعني، مش اوبشنال بتقول لا ده انا باختياري يعني، انت ده يعني واحد من المانداتوري ثينجز في البي اتش دي، اول ذا ستودنتس ماست بي كفرد باي هيلث انشورنس، مش اوبشنال. ما حدش يستذكى ويقول انا هخدعهم واقول اي هاف ماي اون بلان و I will apply for nothing. لا، لو they discovered it you are out of the program. فبلاش تلعبوا في اول 6 شهور او اول سنة على الاقل. انا بقى recommend ان هم يقولوا لك either you take our school health plan or you provide your own health plan. طبعا انت بتبقى نازل it's not well oriented يعني ايه الكلام ده كله unless you really have a lot of time and go online، وانت ما شاء الله يعني انا اعرف بعض الناس ما شاء الله شاطرين في الحاجات دي، بس انا بتكلم again للماجوريتي يعني. خلاص خد الهيلث بلان بتاع السكول، school health plan، ادفع لك $800 في السيمستر وخلص معايا يعني. يعني make your life easy يعني لغايه بس ما تعرف السيستم وتعرف how to get a cheaper health insurance plan يعني. كذلك they familiarize you with the school policy honor code، هيدهولك في الكتاب الhonor code dress policy terms and conditions، كل الكلام ده هتلاقوه في الكتاب بتاع اللي بيسموه student book، اقروه كويس جدا لازم تقروه. Division of the computer services عشان لو محتاج اي خدمه من الكمبيوتر يوصلوك بالسيستم، يعملوا لك ايميل اكونت على الجامعه. كور فاسيلتيز هو المبنى اللي فيه كل الماشينز والسيرفيسز اللي هتستخدمها اثناء ما انت بتبقى متواجد في اللاب، واتس ايفر بقى ريال تايم بي سي ار ماشينز، الفلو سايتومتري ماشينز، اول ذا مايكروسكوبس، كونفوكال وسكاننج الكترون واتس ايفر، كل ده بيتحط في حاجه اسمها كور فاسيلتي بحيث ان كل واحد يبقى ليه اكسس عليه. Sometimes you pay for the service and
و sometimes تبقى free service for the departments يعني it's depends يعني. كذلك بي familiarize you with the lab, everything that's related to the lab, quality controls and lab management, ازاي تتصرف في اللاب, ايه هي safety precautions, how to get rid of biohazards. يعني كل الناس اللي اشتغلوا في research او في lab تعرفين كل النقاط اللي انا بتكلم عليها دي يعني. ف in short they familiarize you with everything you need to know and everything you will be in contact with during the 5 to 6 years of your PhD program. But the take home message is be prepared for cultural shock. بعض الناس بيستهينوا بيها يقول لك انا ممكن adapt or accommodate very easily. لا والله بيبقى في cultural shock. You agree or not, there is a cultural shock, especially those again and again اللي هم بيروحوا ال United States for the first time. في big cultural shock. العملة مختلفة, طريقة الكلام مختلفة, الأكسنت مختلفة, بعض الناس لا تفهمها من أول مرة, بيتكلموا very North American accents and very fast in speaking and talking and فيعني بقى في cultural shock, especially لو انت رايح لوحدك بعيد عن أهلك, معكش access الانترنت for the first few days. فيعني prepare yourself for this, try to familiarize yourself and socialize with the people to listen and decrease this culture, but beware that هيحصل لك cultural shock يعني. I'm trying to prepare the people from now يعني. Once بتخلصوا ال orientation week immediately طبعا بيكون جات social security number وبتبتدوا على طول classes يعني. هنقضي 4-5 slides مع classes وهحاول اكون مختصر لان اظن احنا بناخد وقت تخطينا كده 20 دقيقة يعني. في ال classes انا بس ان شاء الله هذكر نقاط هتهم برضو الناس اللي جالهم PhD. طبيعة الستودنت اللي هتلاقيها جوه الكلاس, هو الكلاس بيبقى ما يتخطاش 20 طالب غالبا يعني, ممكن يبقى يوصل 30 يعني لو كان بيزي كلاس يعني. ولكن هتلاقي انترناشونالز غالبا, معظم الكلاس هيبقى انترناشونالز, تشاينيز اند انديانز موستلي, وهتلاقي امريكان زي ار لايف ستايل ريليتد يعني, دي دونت كير اباوت ات يعني. ممكن يجيبوا هدفهم الجي بي اي بتاعه يفضل بي بس, هي ده هي دازنت كير تو كومبيت فور سمثينج اور تو بي ذا نمبر 1 top student in the class. They don't care about it. لأنهم ليهم حياتهم, they have a life to live يعني. They are easy going Americans. هتلاقي different ages, different ethnic backgrounds, different work experiences. ممكن تلاقي واحد معك عنده 40 سنة whatsoever أو أكتر وعنده 20 years lab experience. فيعني don't panic. دي طبيعة ال students في grad school. ما اختلف الأعمار والجنسيات والأعراق ومنهم الناس اللي عندهم severe or high back background أو lab experiences. فprepare yourself for this يعني, انك هتلاقي students مختلفين مش زي عندنا في medical school, we have similar ages, similar ethnic backgrounds, no it's different يعني. الحاجة كمان اللي عايز انبهها ومش موجودة في السلايد هنا, ان هم they are gonna give you courses yes but they are not gonna spoon feed you يعني, مش هيديك العلم زي ما بيقولوا بمعلقة, هو هيبسط لك الامور ويقول لك احنا مثلا I'll give an example يعني. واحد من الكتب اللي درسنا اللي خدناها Voight and Voight في البايوكيمستري, هو he will never discuss Voight and Voight, متعدي 1000 صفحة مستحيل هيقدر يدسكس 1000 صفحة معك في one semester. هو بس بي touch the important points and you have to read on your own. فدي برضو الكونسبت اللي لازم انا I'm highly stressing on this, خاصة الميديكال ستودنتس اللي هم لان اظن الاثنين اللي ذكرت اسمهم في اول المحاضرة هم ميديكال ستودنتس يعني او ميديكال graduates. فالسيستم مختلف في البي اتش دي, محدش هيقول لك ادى الكورس اهو وادى الستادي ماتيريالز وي ار جونا ستادي يو اونلي ان ذس. لا, الامتحان ممكن يكون خارج تماما على الكورس ماتيريال. ليه؟ لانك يو هاف تو ريد, يو هاف تو بيلد اب يور نوليدج, يو هاف تو لوك اب فور انفورميشن, يو هاف تو جيت ذا سورس اوف انفورميشن اند ستادي ماتيريالز يور اون. هم بيساعدوك بس, يبسطوا لك فويت اند فويت, يشرح لك 2 3 توبكس من التشابتر, بس يو هاف تو ريد اند ريد ا لوت يعني. The take home messages, they are not gonna spoon feed you, you have to depend on yourself. ف take care of this. The grad school مختلف عن medical school. ف they are gonna give you courses to وغالبا الكورس دي انا ذكرت مرارا وتكرارا في المحاضرات انها the first 3 years في medical school, pharma, micro, chemistry, bio, organic. وtake care من organic, احنا ما بناخدش في كل الطب organic. فابتدي اقروا من دلوقتي, في كتاب اسمه Simmons في organic chemistry, كتاب حلو. Physical chemistry is very tough. فابتدوا اقروا فيهم يعني, organic and physical chemistry and they're very hard يعني. فطبعا biology احنا درسنا معظمه في الثانوية والكلية. بعض الكورس دي mandatory بيسموها foundations او interdisciplinary courses, وبعضها electives يعني بتختلف على حسب انت department, انت في biochemistry غير pharmacology department غير molecular biology department whatsoever غير genetics.
والكورس السيمستر بيز دي هاف 3 كورسز 3 سيمسترز، فول اللي هو الخريف او الشتاء، سبرينج بعديه على طول، والسمر بيبقى يعني الكورسز في السمر كورس او اتنين يعني. موستلي الكورس بتبقى في السبرينج والفول، اند موستلي في السبرينج. افريج كورسز اللي هتاخدوها يعني مينيمم اوف 13 اب تو 25 ميبي مور، اجين اكوردنج تو ذا ديبارتمنت، اكوردنج تو ذا ريكويرمنتس كل ديبارتمنت. يعني انا في جامعتي كان في 5 ديبارتمنتس، كل ديبارتمنت له ريكويرمنتس مختلفه. يعني ممكن تلاقي الديبارتمنت بتاعك فيري ايزي جوينج بس بيطلب ذا مانداتوري كورسز اند 2 3 electives، اذرز لا ممكن يطلبوا المانداتوري اند 10 electives. اتس اكوردنج تو ذا ديبارتمنت ان اديشن تو ذا بي اي. وهنتكلم باستفاضه عن البي اي اللي هو البرنسبال انفستيجيتور او المنتور بتاعك اللي هو المشرف يعني. الاكزامز بتبقى بعد ما بتخلصوا كل كورس، كل كورس بيقعد اسبوعين ماكسيمم او ثلاثه، فبعد نهايه اي كورس بيبقى في اكزام، فتوقعوا تلاقوا اكزام every week you have exam almost every week. ممكن بقى واحد او اثنين، again it's up to the fall up to the course you are gonna take up to how busy the program is. فتوقع one or two exams per week وبتبقى usually on Mondays and Fridays. You have to this is not option, you have to keep your GPA 3 or above. And وده السيستم اللي هما بي grad بي students، ال grad point average وال GPA بياخدوا، وده معتمد على انه بياخد اعلى درجة واوطى درجة ويقسمهم على اثنين ويحطوا average، فده هو البي. اعلى منه يبقى A او اوطى منه يبقى C. دي برضو نصيحة و very helpful advice. Best year exams are very helpful. يعني بالذات في اول exam او اول كورس هتاخده هيبقى تلاقي الامور غريبة ومتطلبات غريبة وحاجات انت اول مرة تسمع عنها. اعمل انك تحاول تكونتاكت previous year students، واول ما بتروحوا في الorientation program، ودي نقطة نسيت اقولها، بيجيبوا representative من all the departments. يعني لو هما 5 departments بيبقى فيه 5 older students اللي في سنة تانية وفي سنة تالتة وفي سنة رابعة، يعني similar to the residency، يعني عشان يساعدوكم يا جماعة. انا ال student، انا ال member of the حاجة اسمها student council اللي هو مجلس الطلبة اللي هو بيساعد الطلبة الجدد او اي طلبة مغتربين او وافدين على الجامعة. ففي representative من each department في ال student council. فمثلا لو انت في قسم molecular biology and biochemistry هتلاقي representative منه موجود في ال student council، روح له على طول وقول له I need to contact people في ال past years، وابتدي contact them and have exams of the past years. غالبا بنسبة 80 وربما اكثر في المية الاساتذة هناك مشغولين جدا ما بيغيروش ال exams. ف past year exams غالبا بتلاقي 80% من الاسئلة متكرر، فدي تبقى very very helpful يعني. لغاية ما تبتدي build up yourself و to know the system و to read more and to know how to get the sources of information. Take home message من السلايد دي كلها، الكورسز او الكلاسز do not challenge professors. يعني بعض الناس لما بيسأل اسئلة يا اما عامدا او اما انه لا يعرف بيسأل بطريقة، لان هما the Americans they have very different views of words. فما تسألوش سؤال انا عارف انه قد يبدو انت ساذج بتسأل بحسن نية، بس هو لو انت استخدمت كلمة معينة في السؤال do you know، دي كلمة very يعني مستفزة جدا. يعني ممكن تسأل السؤال تقول I was wondering if you have any idea. شوف هو نفس السؤال، بس انت لما تقول له do you know غير ما تقول له I was wondering or I'm curious to know I was كده. يعني تحب تحس ان انت بتبقى مؤدب polite في السؤال، ما تسألوش سؤال direct كأنك بتقول له انت بتقرأ انت بقالك قد ايه ما قرأت كده يعني. فdo not challenge the professors. يعني دايما خليك polite، دايما خليك nice وانت بتسأل، دايما تبقى to know how to use words. لانك انت لو اتخذ عنك فكرة انك you are a professor a challenger الناس مش هيحبوك. يعني عمرهم هيقولوا ده فلان ده شاطر، بالعكس هيقولوا ده he likes to ask challenging questions، رغم ان انت قصدك او قصدك ما يكونش كده يعني. زي ما قلت حاولوا you have to this is I think this is applied to almost all I'm saying again almost all the schools in the minimum GPA has to be 3 اللي هو B. في نظامين في كذلك انا هحب اتكلم في النقطه دي باختصار شديد، لان المدارس الان ابتدت تختلف. مدارس الشمال ابتدوا يميلوا الى نظام جديد اسمه البي ار تي او الانتر ديسيبلينري تريننج بروجرام اللي هو او البي ار تي باي ميديكال ريسيرش تريننج. بيعملوا فيه ايه البي ار تي؟ بيحطوا كل الستودنتس اللي جايين امريكانز او انترناشونالز 1 يير ياخدوا ذا سيم كورسز سيم كلاسز سيم ايفريثينج، وبعدين ما يخلصوا يوزعوهم على الديفرنت ديبارتمنتس اكوردنج to the department need according to your GPA according your area of interest. فده نظام اظنه افضل بكثير من الاولد سيستم اللي هو انا رايح على قسم بايوكيمستري from the beginning. ففي بعض الناس بيقول لا خلاص انا لا اعرف الناس اللي جالها ماتشنج في حاجه من الاولد سيستم. يعني هو رايح already على قسم molecular biology او رايح على قسم microbiology ولا راح على interdisciplinary program. يعني دي هتلاقوها مش منتشره قوي لسه في امريكا، لسه النظام ماشي بالاولد سيستم. بعض الجامعات في الشمال انا عارف نبراسكا الهيد اوف ذا ديبارتمنت بتاعنا قال لنا الكلام ده، كلام موثق من الهيد اوف ذا ديبارتمنت،
قال لنا انهم في نبراسكا ابتدوا يطبقوا النظام ده، وانهم يجيبوا كل الستودنتس يدوهم ذا سيم كلاس، يحطوهم في ذا سيم كومن بول، وبعد ما يجرادويت فروم ذا فيرست يير او واتس ايفر ار اولموست جرادويتنج، يعني يبقى اسف يعني مش جرادويتنج يعني اولموست فينيشينج ذا كلاسز اور كورس وورك، يبتدوا بقى يشوفوا الطالب عاوز يروح فين. بس طبعا مش بيوزعوك اكوردنج تو وات يو نيد فيرست، لا ده اكوردنج تو ذا ديبارتمنتال نيد، اكوردنج تو ذا بي اي نيدز، اكوردنج تو يور جي بي اي، ذن اكوردنج تو يور تشويسز يعني. فدي ليها ادفانتجز وديس ادفانتجز، زي ما انا قلت انه ديبارتمنتال تشويس تو فينيشنج، يعني ما فيش حد يقول لك يو هاف تو تيك ذات كورس ويتش از جود، ذا ادفانتج. ولكن ديس ادفانتجز انك ممكن تلاقي الامريكان بيفيلن سم بروجرامز يعني، فده هيقلل الاوبشنز. افرض انت انترستد في جين ثيرابي او في ستيم سيل ثيرابي والديبارتمنت دي دونت هاف اني سلوت فور يو، فدي الخطوره انك انت يو هاف تو فيت يور سيلف انتو انذر ديبارتمنت اور انذر اريا اوف انترست، فدي يعني حاجه اللي هي يعني يو هاف تو تيك ات انتو كونسيدريشن يعني. يعني النظام ده مش منتشر، نظام قليل جدا في امريكا، وما زال النظام السائد هو الايه، ان الواحد بيابلاي على سبيسيفيك ديبارتمنت. ودي نقطة أخيرة حطوها في ذهنكم يعني، تعقيبا على النقطة الأخيرة، انك لو فرضنا ان انت رحت في department and you don't like it، ويعني by no mean you cannot complete anymore في department، فyou can change the department بس مرة واحدة يعني. السيستم هناك fair، مش زي ما بيحصل عندنا في مصر خلاص انا خدت تخدير خلاص يا هتظل طول عمرك تخدير مثلا او whatever يعني. لا الستودنت خلاص هي مش قادر يكمبيت او هي كانت مينتين ان ذا ديبارتمنت اني مور، خلاص ممكن يروح يكلم العميده والرئيس، هنتكلم في القصه دي يعني بعدين يعني. وهي كانت هي اور شي كان يعني حضرتك او حضرتك ممكن تغير الديبارتمنت اونلي وانس، بشروط طبعا، مش مجرد ان انا عايز اروح انا عايز اغير، لا يعني don't misunderstand me you can't change yes it ده موجود في الرولز. But افرض ان انا مثلا موجود في قسم biochemistry وعايز اروح قسم microbiology، الرول بتقول this is applicable but with conditions. ايه الconditions؟ ان يكون في slot فاضي في قسم microbiology number one، number two ان يكون في استاذ عايزني هناك، فلازم الاستاذ بتاعي اللي كان في biochemistry يقول لي okay I will let you go but you have to find yourself a slot there. فما فيش slot there you cannot change the department. فالقوانين بتقول نعم مسموح للطالب انه غير الديبارتمنت ولكن بشروط، فأرجو ان الناس لا تسيء فهم هذه النقطة. ومن اجل الكلام اللي انا بقالي خمس دقائق بتكلم فيه الـ BRT والـ Changing the Departments، لذلك انا بنصح بـ Flexible، ما تقولش لا انا بحب Stem Cell Therapy وانا لا اتخيل نفسي اعمل في اي شيء اخر يعني، دي This is not the US، اشتغل اي حاجة، This is PhD، You are not gonna win Nobel Prize من الـ PhD، ده مجرد PhD يعني. You are adding something يعني بيسبوها بنقطة في العلم، you are not gonna expect much of your PhD thesis يعني. ففي flexible، خلاص انا رحت بقسم ده والقسم صعب، خلاص I will stay in it till I finish my PhD. Be flexible the easier is better than what you like، خد السهل ما تاخدش اللي انت بتحبه، انا هحاول اشوف اللي انا بحبه، طب it's not available it's not applicable، خلاص خد السهل، القسم ده سهل ممكن الاقي فيه التخصص بتاعي. المهم ان يعني the bottom line message is be flexible try to finish your PhD. ودي بعض الكتب لكم، انا مش هقراها، انا هسيبكم تقروها، اديكم يعني دقيقه عينيكم تجري على السلايد يعني. دي بعض الكتب اللي انا بريكومند الناس يبتدوا يذاكروا فيها من دلوقتي يعني. الاستريسكس دي كتب غالبا هتلاقوها يونيفرسال يعني مور اور ليس يعني، مش هقرا برضو بروس ألبرس وواينبرج، هتلاقوا الكتب دي مور اور ليس ذا سيم ان اول يونيفرسيتيز، في كتب تانية انا ريكومندت يعني ودي كانت عندنا في الجامعه بس anyway دي يعني الناس اللي هتبدأ تذاكر من دلوقتي تحضر نفسها، و I highly recommend this يعني. start reading from now. ان شاء الله يعني هسيب الكتب كمان بضع ثواني، واللي عايز الكتب يتصل بيا او هتكون موجودة في العرض وانا بعت له اسميها مرة اخرى. النقطة الاخيرة في الكلاسز، يعني انا حطيتها في الكلاسز لانها it's related. This is not a class. The journal club is not a class. The seminar is not a class. But انا حطيتها لانها related. فاول سيمستر انت بس بتاخد course work من السبرينج اللي هو تاني سيمستر، لان اول سيمستر الفول، تاني سيمستر هيبقى السبرينج mostly يعني. فبيطلب منك انك to give a journal club. ايه قصة الجورنال كلاب؟ paper لازم تكون basic research مش clinical research، basic research article بتقراها وبتناقشها على الستاف اللي هو الموجود اللي هو الفاكولتي، كل الناس بيبقوا موجودين فاكولتي وستودنتس كله بيبقى قاعد وانت بتدسكس البيبر، وهنتكلم عنها بعدين يعني. مش هقول ازاي how to discuss a paper في السلايد ده لان في سلايد مخصصه ليها يعني.
ودي بتبقى effective after the first semester. يعني انت first semester بتبقى كأنك مجرد بس listener أو audience، بتقعد تسمع بتشوف ال older students بيعملوا journal club ازاي، بيجيب ال research article ازاي يختاروا، ازاي يجو online، ازاي يخش على PubMed ويختار good research article، يعني ايه impact factor of a journal، ويبتدي analyze ال data ازاي ويشرح لهم كل ده. انت بتبقى في اول first semester بس watcher، وبعد كده في second semester بيطلبوا منك انك ت give a journal club. ايه السيمينار؟ السيمينار similar للجورنال كلاب بس ده شغلك. يعني once انت خلصت الكلاسز ويو جوين ذا لاب، بتبتدي تحط بروبوزل، ريسيرش بروبوزل، وبتبتدي تشتغل. فكل سنه بتطلع داتا، كل سنه بيحصل عندك مشاكل مثلا مع فاتس ايفر، يعني ترابل ترابلز ويو ترابل شورت. فكل سنه مطلوب منك انك مطلوب منك مطلوب منك او مطلوب منك ان انت ان انت تو جيف ا سيمينار. والسيمينار ده بيبقى once a year، وده بي summarize your progress في ال PhD program. يعني انت بتقول لكل الناس اللي بيحضروا this is my project, I'm doing such and such, we are doing this, I'm on the track, we have this troubleshoot. طبعا من خلال الأسئلة اللي بتتلقاها بتبتدي تmodify ال research بتاعك يعني. و this is a formal meeting، معناها انك you have to dress formal. الولاد يلبسوا قميص وبنطلون وكرافات تاي، والبنات يعني بيلبسوا لبس more or less formal يعني. والهدف من الجورنال كلاب والسيمينارز to measure your critical thinking ability. يعني ايه critical thinking؟ هنتكلم عنها في سلايد يعني متقدمة ان شاء الله. بعد ما بتخلصوا الكلاسز all the coursework required، بيبقى في حاجة اسمها qualifying exam. qualifying this qualifies you for a master. يعني لو انت فرضنا لا قدر الله مش هتقدر تكمل في الستودنتس لان الجي بي اي بتاعك low، او you cannot continue because of language inefficiency or for any reason، ال professor بتاعك ال funding بتاعه راح، انت نفسك you cannot keep with it، ف this exam لو عديته بي qualify you for masters. فطبعا انت بعد اول during اول وانت بتاخد courses بتجوين اللاب، وهنتكلم في النقطة دي في نقطة لما نتكلم ان شاء الله في السلايدز القادمة عن اللاب. بس انا بس عايز اشوف التايمينج احنا ماشيين on track or not. بقى لنا 37، كويس احنا ماشيين كويس. 37 دقيقة، أرجو إن احنا نخلص في ساعة أو ساعة ونص. فـ الـ qualifying exam usually after joining a lab، طبعا لأن أنت بتبقى joined the lab غالبا في تاني سيمستر، غالبا بتكون settled، لأن في lab rotations، lab rotations تختلف، في ناس بياخدوها شهر، في ناس بياخدوها شهرين، فـ you have three lab rotations، وهنتكلم عن النقطة دي يعني. Anyway بعد ما تخلص كل الكورسز والـ GPA بتاعك بيبقى 3، they'll let you take it لغاية ما الجي بي بتاعك يبقى 3. لو it's a little bit less than 3 you have to take some courses to make it 3. بس لو فرضنا وده option يعني ان الجي بي اي بتاعك مش 3، خلاص بتاخد الاكزام و they'll give you they're gonna give you masters يعني. نسأل الله ان كل الناس يبقى الجي بي اي بتاعها 3، which is easy يعني. لو اتبعتوا التعليمات او النصايح اللي انا قلتها لحضراتكم هيبقى ان شاء الله تخلوا الجي بي اي بتاعكوا 3. ايه ال qualifying exam؟ في 2 systems على حسب برضو الجامعة اللي حضرتك او حضرتك هتروحيها. في ال old system اللي هو كان ال long essay question، ال old model يعني، اللي هو بيمتحنك في كل ال مش في كل، في معظم ال courses اللي خدتها. for example لو هو بروس ألبرز بيمتحنك في بروس ألبرز، يعني tough، محتاج انك تقرا بروس ألبرز، كتاب ضخم طبعا، بس يعني هو ده ال long ال old model، وده شغال في كثير من الجامعات. ان هو اخدت 17 course mostly هيمتحنك مثلا في 10 12 منهم يعني. ف you have to prepare yourself from now and keep the source materials، ما ترميهاش يعني، خاصة لو هي يعني summarizing everything. فلو انت عندك notes او شو او flash cards او don't throw anything till you are done from the through of or done of the qualifying exam. بس في model جديد يعني مش جديد، انا بتكلم يعني as compared to this model، يعني في model تاني اختاروه بعض الجامعات وبيطبقوا في جامعتي او في القسم بتاعي بيطبق، اللي هو grant writing. يعني ايه grant؟ منحة. والجراند رايتنج دي بتقيس حاجات كثيره هنذكرها هنا ان شاء الله بقى بالتفصيل، الكريتيكال ثينكينج هنذكرها. بس انا بارى انها افضل من الاولد موديل. الاولد موديل بتذاكر مذاكره يعني شديده، لكن الجراند رايتنج اتس اوبن، انت بتكتب جراند بمعنى انك بس دي ده مختلف يعني، ده مختلف عن مشروع التخرج بتاعك، ده مختلف عن البروبوزل، عن الثيس بروبوزل بتاعك. بتجيب مشروع معين يكون نيو ما اتعملش قبل كده، وتفكر وتقول والله المشروع ده ممكن اعمل كذا كذا كذا، وتحط specific aims 1 2 3 maybe 4، وتقول how I could do this to design an experiments to test this model. انت حطيت model معين
to design an or hypothesis, and you systematically want to investigate this thing. فهو دي grant writing. أنا هعمل في specific aim كذا. These are my aims. These my are my objectives. How I'm gonna reach it. How design experiment to test these things. With how to troubleshoot if it's not working. How to prove that the thesis or the hypothesis is right or wrong. ف طب ايه الفرق بين التو سيستمز؟ يعني ديبارتمنتال بولسي. الجامعات بتختلف. انا ما اقدرش اقول لك انت هتقابل هذا النظام او هيبقى مطبق عليك هذا او هذا. ده يعني ديبارتمنتال ديبندنت. يعني غالبا معظم الستودنتس بي باس. انا نادر قوي لما تسمع ان حد فيلد كواليفاينج. انا سمعت واحد فقط في الجامعه وكان قديم يعني. بس يعني اللي بيذاكر بيعدي يعني. I don't have to study that much hard, especially لو هتاخد الجراند. الجراند اتس فيري ايزي لانك بتقعد موستلي اونلاين تجيب ارتكلز وتكتب وخلاص. بيزي the professors they're gonna grade it and غالبا بي let you pass يعني. بس هستريس على الجراند رايتنج لانه اتس فيري جود especially للبيبل اللي هم ريسيرش اورينتد او اللي هم they really like research. انت بتكام اب وذ نوفل ايديا. لازم تكون نوفل. ما ينفعش تجيب عمل شغل اتعمل قبل كده والا this is called plagiarism. يعني هذه سرقه علميه. يعني it have to be a novel idea and you write a grant about it. يعني use your imagination زي ما بيقولوا يعني. If I did have it, measure your critical thinking about it. ايه critical thinking؟ قدرتك العقلية اللي احنا اللي ذكرتها من شوية. How to design an experiment. ده اهم شيء بتعطيه لك ال PhD. ان انت تبقى قدامك مشكلة او hypothesis او phenomena او whatsoever. How to systematically investigate this thing. To design the experiments. To include enough controls. To troubleshoot if you have any problems, troubleshooting skills for these problems, and to prove or to prove that this thing or this model is working or not. ما هو ممكن يبقى it's not working and I made a hypothesis and the hypothesis is wrong. This is data. You have to come up with things to prove this thing. كمان ال grant writing بت measure your English proficiency, which is important. لأن هتكتب فيشوفوا ال English proficiency بتاعك أو في grammar mistakes, wrong use of grammar or words or whatsoever يعني etc. Qualify the student for masters. احنا ذكرنا ديا لأن بعض الناس سألوا عنها. هل أنا ممكن أسيبهم؟ ربما أنا أخطأت أو تسرعت قليلا في أن أنا قلت بدون, لأن بعض الناس بيفهم كلامي خطأ يعني. هو مش يعني الجامعة صرفت عليك وادتك tuition waiver وstipend. فيعني they are not gonna let you go easily unless you are really not apt for this program. غير كفء انك تكمل او in agreement with the PI. فهدول الحالتين اللي ممكن تمشي فيهم بعد ماسترز. especially الناس اللي هم بيسألوني عايز اكمل نيابة بعد او whatsoever يعني. فممكن تكلم ال PI تقول له I wanna leave, انا مش قادر اكمل لظروف عائلية او whatsoever يعني. فخلاص he'll let you go. هيكلم الكوميتي اللي هو اعضاء المناقشه ويقول لهم خلاص this student is not apt for a PhD we're gonna give him master. يعني الحاجات دي بتبقى يا جماعه مش مجرد decision انت خدته انا ناوي امشي واسيبهم. yes you can do it but this is very bad. يعني انت you need to leave them with a good history مش bad history. عشان لان امريكا السي بتاعك has to have the minimal gaps if any possible. يعني لما يكون في جاب كبيره وتقول لهم انا كنت بعمل ماسترز في امريكا يعني الناس هيسألوا طب وايه اللي خلاكش تكمل البي اتش دي؟ تقول لهم اصل كان عندي ظروف. مش هيثقوا في كلامك. قلنا طب لو سمحت هات لنا جواب من البي اي انت سبت ليه البي اتش دي بروجرام ونهيته بماسترز. فيعني بي سمارت يعني. ربما انا اكون ذكرت الكلام جنرال وتوقعت ان الناس سمارت انف تو اندرستاند ذس. بس بعض الناس سألوني اصل انا قابلت ناس في مصر وسألوني اسئله كثيره اونلاين ان ممكن فعلا نسيبهم يا جماعه. يعني بي سمارت يعني ذيس بيبل ار نوت ستوبيد يعني. ف يعني in general the take home message is your CV, if you are going to include this in your CV to help you in residency, you have to know that you have to leave these people with a good history مش bad history يعني. كمان بعد ما تخلص ال qualifying exam بالstipend بتاعك بيزيد. يعني انا كنت بنقبض 22,000 per year بقى 24. فبعد ما بتخلص ال qualifier الstipend اللي هو السالري يعني بتاع الطالب بيزيد. joining a lab ونقطة يعني طبعا في interjunction معاها ومع الكلاسز. بس طبعا يعني كل بتكلم في نقطة كل نقطة بتبقى بعد الأخرى يعني. فبعد غالبا أول شهر غالبا بيسمحوا لك بس شهر free كده. وبعد كده بتبتدي lab rotations وبتستارت في الفيرست سيمستر يعني. وأثناء ما بتاخد كلاسز يعني mainly انت بتبقى مركز على الستادي والكلاسز وكده. فغالبا ال PI اللي هو is very nice and large and easy to go بيخليك mostly تركز على الكلاسز وبتبتدي تشتغل lab work خفيف يعني. وده بيبدأ زي ما قلت في الفيرست سيمستر. السؤال المهم جدا 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 وده اهم سؤال في البي اتش دي كله يعني. لو هتنسوا كل حاجه انا قلتها في هذا العرض لا تنسى هذا السؤال واللي هنجاوب عليه في اظن في معظم ان ما كانش بقيه السلايدز بتاع ذيس شو يعني. ها
how to choose a lab. Number one the BI. وانا قلت سي ليتر لان انا عامل له بتاع خمس ست سلايدز يعني، لان انا سافرت مع البي اي بتاعي يعني. ف this is number one. ف how to choose a lab again PI. The PI يعني I'm highly strenuously, use whatever word you want, strenuously stressing on the PI. لو PI very nice everything else melts down. خلاص ما بيهمش اي حاجة تانية، ما بيهمش funding, lab, productivity، كل ما بيهمش. بس لو PI بتاعك nice، وهقول لكم ازاي تختاروا PI يعني من خبرة خمسة او ستة زي ما ذكرت ال references اللي انا حطيتهم في اول سلايد. How to choose the PI is the most important thing in the whole PhD. طيب دي اول كريتيريا، وخلوها مركونه شويه لغايه ما نوصل للسلايدز بتاعت البي اي. فاندنج، وده مهم قوي. لو هو الاستاذ بتاعك معاه فند بس مكفي سنه او سنه ونص، دو نوت جوين ذس لاب، لانه بعد سنه ونص هيفلس، هيبقى مش معاه فلوس، فهيضطر يضغط عليك عشان تجيبه شغل وتقدمه على جرانت بنفس الطريقه او المفهوم اللي انا ذكرته. فدو نوت بوت يور سيلف اندر ستريس. فلازم لما كلمه فاندنج اقصد بيها ان حد معاه اون جوينج فاندنج يكفي الثلاث اربع سنين، لان انت البي اتش دي بتاعتك خمس سنين مثلا. فلما دايما متعودوا تتخلصوا من ثقافة الخوف اللي تربينا عليها في مصر، ان انا مكسوف اسأله انت معاك، مفيش الكلام ده. يعني البي اي زي صاحبك بالظبط، ممكن تناديله باسمه، يعني ممكن اسمه مثلا لو اسمه جيمس تقول له ازيك يا جيمس، you don't have to say دكتور جيمس، لا ممكن تقول له how you are doing جيمس. ما بيتضايقوش الامريكان، they are very easy to go في النقطة دي يعني. ف they don't care about it يعني. فما تتكسفش وتقول هو ده انا وانا ممكن اساله سؤال انت معاك له، يقول له do you have an ongoing funding، هيقول لك ف this is very important. انا حطيته رقم 2، فلازم يكون عنده ongoing funding enough for 3 to 4 years. يعني انا ام ستريسنج اهو للمره الثانيه بكرر، enough for 3 to 4 years مش 1 year. سواء بقى انترا ميورال، حاجه من جوه الجامعه، او جايب اكسترا ميورال طبعا الشهيره قوي بتاعه ال NIH، الار او 1 الار او 21 او الكانجرو 99، او فند من الامريكان هارت اسوسيشن او من الدي او دي، واتس ايفر يعني. الاكسترا ميورال تبقى طبعا احسن لانها بتتجدد كل سنه، فقط مبلغ ضخم جدا. من الانترا ميورال عمرها ما بتتعدى 50,000 يعني 70,000، واتس ده لو يعني فيري بيج انترا ميورال، هي غالبا تبقى 20,000 30,000. ذس از ناثينج، ذس از يور سالري. فالافضل ان المنتور بتاعك يبقى معاه، يعني مش الافضل، ده لازم يكون معاه اكسترا ميورال واتس ايفر، اكسترا ميورال جرانت، اي حاجه من الاسامي اللي انتوا ان شاء الله هتبقى مور فاميلايز وذ ات ذان اي دو. النقطة التالتة، how productive this lab is. lab productivity، اللاب ده وان كسلان، ما بيطلعوش، ما بينشروش ورق. يعني data collection، بيعملوا data collection ازاي؟ هل بي collect data every week every month every whatsoever؟ بيجمعوا الداتا دي ازاي؟ number of publications، ده مهم قوي لازم تسألوا، وده بتعرفه طبعا من ال students other students in the lab and other postdocs، الناس الاخرى. لان ايا قبل ما بتجوين lab اللي هو الفاينل لاب، اللي هو هيبقى اللاب بتاعك اللي هتشتغل فيه اربع سنين او ثلاث سنين ونص او واتس ايفر، لازم تسال الناس دي كلها البي اي اخباره ايه. از هي ا نايس بيرسون، از هي جوين واتس ايفر، يعني هي ستريسنج بيبل تو جيت ورك دان ولا لا، يعني هنتكلم فيها بالتفصيل. الفاندنج كل ده بتساله للناس اللي شغاله معاك، سواء كانوا طلبه ستودنتس او بوست دوكس. نمبر اوف بابليكيشن بير يير، اللاب ده بينشر قد ايه؟ بينشر ورقه كل سنه؟ ذس از فيري فيري لو، فيري باد يعني. ولا بينشر اربعه خمسه بيبرز، ولا بينشر 8 بيبرز؟ ده مهم، لان ده معناها انك يو هاف ا جود تشانس تو ببلش مور ذان 1 بيبر. كام واحد شغال في اللاب ده؟ اذا اتس ا سمول لاب، يعني سمول لاب يور جونا سفر، لانك هتبقى لوحدك وهتبقى العين عليك، الاستاذ هيبقى عارف كل حركه وكل ديتا انت بتجمعها. ولا هيبقى الناس اللي بيساعدوك قليلين، ولا في a lot of good candidates في اللاب، a lot of students، a lot of postdocs or research associate، حد هيساعدك، حد هيعمل لك summary agents، حد هيفهمك concept بتاع experiment. ف this is very important thing to put into your mind. في collaboration ولا لا؟ collaboration مع حد خارجي، سواء كان من خارج القسم او من خارج الجامعة. collaboration is always good، ده بيفتح لك a new line of connection. فهل في كولابوريشن ولا الاستاذ ده منطوي ما بيحبش يعمل كولابوريشن؟ واي استاذ مالوش كولابوريشن معناه ان سمعته ليست جيده، لان الناس ما بتحبش تعمل معاه كولابوريشن لسبب او اخر، شخصيته ليست جيده، الفند بتاعه وحش، او هو نفسه مش قوي علميا، يعني في اسباب كثيره. فلما تعرف انه هي doesn't have any collaborators فذس ريد فلاج، يعني حاجه بتقول لك do not join this lab. وطبعا again the PI is the most important factor. ان شاء الله يعني ما تخافوش، هخليكم احط ايديكم على keys how to choose your PI. كذلك we still in the criteria how to join a lab or on what pages I'm giving a decision or deciding to choose this lab over others. فال work hours
برضو النقطة اللي يعني معلش أنا مضطر أكون صريح، بعض الناس معتقد إنه هيشتغل 5 ساعات أو زي اللي بيحصل التهريج اللي بيحصل في مصر، يعني إنه يشتغل من 9 لـ3 ويمشي. This is not gonna happen يعني. فأنت هتشتغل من شغل مضني، شغل أردوس، وتشتغل من تسعة صباحا لـ5 without joking يعني. ف you have to prepare yourself for this anyway. فال work hours هتبقى minimum 8 hours. أنا بعرف بعض الناس بيشتغلوا 14 hours، بس this is mostly مش في أمريكا، this is for Europe, Australia، لأنهم are still building up themselves and they need to work extra hours. غالبا أنا بقول برضو غالبا معظم اللابس، unless you are in Harvard بقى أو Yale، أنا بتكلم في معظم اللابس تشتغل من 8 ل 10 ساعات per day which is fine. فده هيديك وقت تستدي حاجات اخرى، النيابه بقى ولا المعادلات. فجيس يعني ليه مهمه نقطه الورك اورز؟ عشان الناس اللي عندها فاميلي، الناس اللي عندها لايف تو ليف، عايز يوندر هير اند ذير، يروح يشوف المدينه، يروح يشوف اني كايند اوف انترتينمنتس في امريكا، سواء في الستيت اللي هو فيها او يسافر. فيعني لو هتشتغل 14 ساعه اتس ستاف بلاش. لو تجوين لاب they are working very hard، واللابس اللي are working like this هم التشاينيز لابس، تشاينيز اند انديان لابس، بيبهدل الستودنت وبيعصره. again don't worry I'm gonna talk about this with the PI. نقطة أخرى في how to join or how to decide the lab areas of interest، وطبعا تشوفوا أنا حاططها رقم 5 لأن I'm telling you again this is not important. أنا بحب أوي stem cell therapy، أنا بحب أوي gene therapy، أنا بحب أوي this is يعني be flexible. اختار ابني قرارك على النقاط اللي قبل كده، وبعدين لو كلهم توفروا خلاص. لو أنت عندك 2 3 labs with يعني نقط من 1 لـ4 متوفرة في 2 3 labs، خلاص ابتدي بقى بص على areas of interest. وانا دايما بقول يعني your area of interest will shape after you finish the classes unless you are predetermined. يعني لو انت خلاص داخل ولا لا انا عايز جين ثيرابي، انا عايز كذا، بس غالبا انت لما تاخد very a lot of كذا. يعني انا هقول لكم شيء حصل لي انا لما دخلنا الكلاسز وخدنا السيجنالينج والسيل سورتنج، يعني توبيك موجود في بروس البرس، وعرفنا ازاي المولكيولز بتتحرك من الاي ار تو ذا جولجي ابريتس اند بي سيكريتد. انا بقيت ريلي انترستد في في ده، في سيل سايتوسكيلتون اند سيل سورتنج، وان كنت ده مش البي اتش دي بتاعتي يعني. فعايز اقول لكم ان يعني your area of interest don't worry about it even if you don't have any areas of interest. لما تاخد ال huge amount of classes and courses هتلاقي نفسك بت shape an area of interest for yourself. يعني كلها نصايح، put more than one area of interest for yourself. وبالنسبه لل areas of interest انا برضه دي نصيحه، ال animal work اللي هو ال in vivo is better than in vitro. طبعا هو time consuming but it's better. why هقول لكم برضه مع ال PI. لما نيجي نتكلم عن ال PI وليه animal work احسن يعني. ال work environment دي برضه واحده من الكرايتيريا اللي الواحد عايز يبقى يعني consider it little bit وهو بيجوين ال lab. ال PI يعني لو لاحظتم او ركزتم انا I'm really highly strenuously stressing on this PI. انت مش عايز تشتغل مع انسان nervous او انسان putting you under continuous stress، او you have to do this by the end of the week، you have to show me that، you have to write a grant، you have to go to the conference. انت مش عايز this kind of PIs، عايزه very large easy going easy to deal with them. Other students نوع منافسين بيدوا ذنب بيخبصوا عليك او عليكي واتس ايفر، ولا they are very helpful they are very supportive to you. The student the Chinese and again Chinese and Indians are very bad students. Be aware of them, take care of them. The technicians the same thing. نوعيتهم ايه؟ عندهم good lab experience ولا ممكن يساعدوك ولا لا؟ عندهم درايه بالاكسبيرمنت ديزاين اند ترابل شوتنج ولا؟ بتبقى helpful لو في technicians كده، وخاصه لو في نفس المجال اللي انت هتجوين فيه اللاب يعني. والبوستوكس، فكل دول هل هم كوبرتيف الاثنيك باك جراوند، بي وير اوف تشاينيز يعني فيري فيري دينجرس بيبل تو ديل وذ يعني. واللاب مانجر، هل اللاب ده فيه لاب مانجر ولا لا؟ لو ما فيهوش لاب مانجر اجين انا قايل ذيس از كروشال، لو ذيس لاب دازنت هاف ا لاب مانجر دو نوت جوين ذا لاب. لاب مانجر دي باختصار انسانه بتبقى مخلصه بي اتش دي وبتختار انها تبقى لاب مانجر، بتعمل بعض التجارب، تساعد يعني بعض التجارب وتحط اسمها على سام بيبرز از ميدل اوثر، ولكنها اهم وظيفه ليها انها بتمانج ان اورجنايز ذا لاب، بتعمل كواليتي كنترول، بتعمل مانجمنت، بتشوف الاوردرز بتاعتك. فلو ما فيش لاب مانجر يو ار جونا دو ذس فور يور سيلف ويتش از انذر سفر. فليه تسفر؟ تبتدي انت تاوردر الحاجات بتاعتك وتجو اون لاين وتشوف ذا تشيبست باكج. طب ما في حد يقدر يعملها لك اللاب مانجر، انت بس تديها اسم الماتيريالز او ري ايجنت وهتشتريه لك. ف اف نو لاب مانجر دو نوت جوين ذا لاب. نقطة طبعا يعني I think it's very very trivial especially يعني very trivial unless you have a family. يعني city بقى in general
ودي كريتيريا انا حطيتها يعني عفوا للناس اللي هيبتدوا وانت بتفكر تجوين ذيس لاب، لان في امكانيه انك انت يعني بعض الناس يقولوا طب ما هو اذا كان بس اتس ان ذا سيم سيتي، لا مش شرط، انت ممكن تكون جوين الكامبس دي مثلا في ولايه وتخلي البروفيسور بتاعك يسفرك ولايه تانية تعمل فيها شغل لفتره معينه او سبب. وده بيحصل كتير كولابوريشن يعني. فبتفكر على الكوست اوف ليفنج، ف يعني معظم الكلام ده يعني المفترض الواحد يعتبره وهو بيدور على الجراد سكولز يعني، لكن خلاص اللي اوريدي ابلايد وماتش ده يبقى الكلام متاخر unless هو هيشتغل في كولابوريشن يعني. فالكوست اوف ليفنج ساوث اند ميد ايست از بيتر ذان نورث. الويذر يعني بعض معظم الناس اللي بيجوا من المشرق بيحبوا ويذر سيميلر، فهتلاقوه موجود في الساوث اجين اند ميد ايست. طبعا الشمال برد جدا، الغرب رياح وبرد نوعا ما. الترانسبورتيشن الساوث از باد بقى، يعني الساوث في نقطه الترانسبورتيشن از باد، لويزيانا تينيسي ميسيسيبي الاباما دي ما فيهمش ترانسبورتيشن، في هاف تو جيت يور اون كار. يعني انا بقول اجين السيتي ان جنرال دي كان نقطه ينبغي ان نتكلم فيها قبل ما يجي لك ماتش، بس يو ار اوريدي ماتش اند يو ار ذير، فيعني حطيتها بس في الحسبان يعني. السايز اوف ذا سيتي از سمول از ذا بيست، ان انت بتلاقي كل حاجه وذن ريتشبل ديستانس، فبتوفر عليك الوقت وتوفر عليك جهاز العربيه. في اسلاميك سكولز ولا لا، في بيج ايرب كوميونتي، كل الحاجات دي الواحد بيحب يحطها في ذهنه قبل ما يجوين لاب في حته معينه يعني. فلو عندك تشانس انك تجوين لاب في سيتي بتوفر فيها ذيس ادفانتجز، جو فور ات يعني. That's why I put it يعني. بعد ما خلاص انت خلصت الكلاسز والكورسز وخدت الكواليفاير، واثناء ما انت بتعمل هذا you already joined the lab، فابتديت تحط لنفسك حاجه اسمها ريسيرش بروبوزل، اللي هو بروتوكول الدكتوراه اللي هتبقى هتحط عليها البي اتش دي بتاعتك، وهتبتدي تجو فروم ذير. فقبل بتحطه بتكتبه بيبقى حاجه زي الجرانت بالظبط، زي ما سبق شرحنا الجرانت رايتنج، I'm not gonna mention this again يعني just to save time. فبيبقى عباره عن جرانت، انت بتكتب جرانت، انا عندي these specific aims, this is how I'm gonna do it, this is how I'm gonna design the experiments, and these are the troubleshooting and my anticipations and expectations. بتكتبها في عدد معين من الاوراق وبيمتحنوك فيها، اسمه preliminary exam. The preliminary exam mostly بيبقى 2 days exam, written exam. انت بتدي الريسيرش بروبوزل بتكون اعضاء مناقشه من 5 اساتذه، واحد من خارج الجامعه خالص واربعه من داخل الجامعه. الاربعه دول 3 من نفس القسم بتاعك وواحد من القسم من قسم خارجي. ده هاو ذي بيسموها الكوميتي dissertation committee members. فانت بتكتب الجرانت او البروبوزل اللي هو في صوره جرانت، you write it you give it to your dissertation committee members، بيقروه ويبتدوا يحطوا عليه اسئله. فبيبقى 2 days written exam بيسالوك عن الريسيرش بروبوزل يعني. وغالبا ده بيبقى بعد الفيرست او بعد اول سنه بتكون يعني كونت ملكه critical thinking يعني. وده بيبقى your first seminar يعني، اول سيمينار بتديه بيبقى عن البروبوزل بتاعك، بتقول كذا كذا كذا. وغالبا معظم يعني هذا السيمينار مش هيبقى فيه اني داتا يعني، ممكن يبقى فيه سم فيري فيو بريليمينري داتا، بس معظمه بيبقى انترودكشن عن الموضوع. والاسئله هم اللي بيضعها الديسرتيشن كوميتي ممبرز، هم 5، فكل واحد بيحط سؤالين، يبقوا توتال اوف 10 كويستشنز اون 2 دايز يعني. والجراد بتبقى جرادد من ساتسفايد او انساتسفايد، ما بيبقاش يعني جي بي اي سيستم، بيبقى الاس يو اللي هو ساتسفايد انساتسفايد جريدنج. ولو عديت ال preliminary exam this is a guarantee I'm sure what I'm saying يعني، this is a guarantee انك هتكمل في ال program of school يعني. whatsoever happen after this لحدش no one can kick you out of the grad school، ف this is a guarantee you are continuing in the PhD program. وبعد ما بتعدي كمان ال prelim exam بتبقى اسمك PhD candidate يعني، انت في الاول كنت grad student او research associate، فبعد ما بتخلص البريليم تعرف تحط يعني تايتل على نفسك انك بي اتش دي كانديديت يعني، ان شاء الله هتاخد البي اتش دي. ده معناها يعني يعني دي نصايح عشان لو انت بتكتب البريليم، لان طبعا خبره بعض كثير من الناس عمره ما كتب جراند. فتراي تو اسك بريفيس ستودنتس هاو تو اباوت ذا بروجكت فيزابيلتي، فلما وهاو تو رايت، فلما الاستاذ بتاعك يديك مشروع، لان ده اللي بيحصل غالبا يعني، وخاصه مع الانترناشونالز احنا جايين بديفرنت كلتشر، ان الاستاذ اللي بيقوله هو الصح which is totally wrong يعني. طبعا سياسه الخوف اللي اتربينا عليها وسياسه ان هو كده وانا افهم احسن منك. anyway I'm not gonna go into this dark tunnel يعني. ف
اي استاذ يديك اي بروجكت يو هاف تو فيريت في اي تي يعني تفحصه بعنايه او بدقه فيريت دونت جاست تيك ات فور يس اند سي اوكي اتس ا جود بروجكت لا ask previous students لو انت يعني very lazy او يعني you did your best and you couldn't say yes or no about how feasible this project is ask previous students اسالهم يا اسماء يا جماعه انا عندي البروجكت ده هو ده feasible ولا ده مجرد اوهام ولا this is fishing expedition ما هو كلمه fishing expedition معناها project risky فقواعد السكولز ان a PhD student should not be given a fishing expedition or a risky project لازم يكون project productive و feasible ممكن تطبيقه ممكن يدي data وإلا هتقضي طول عمرك في ال PhD يعني ف if you can't figure it out ask previous students how to vet or check for the feasibility of this project وطبعا لازم you have to do an extensive online research الأستاذ مثلا بتاعك رمالك project وقال لك we are gonna do this or I think this is a good project for you don't take it for yes or don't take it to be satisfied with it and start working on something that's not gonna work you have to do extensive online research حتى روح له بعد اسبوع اتنين قول له no this is not feasible او this has been done before او I think this is the idea is not good او we have to modify such and such before starting يعني ما تبقاش تاخدش كلامهم ثقة وما تخافش او ما تخافيش يعني sometimes they say something without لان دي طبيعة ال PhD زي ما قلت لكم PhD هو مش عارف هو بيفكر ممكن في التفكير يطلع يا اما خطا يا اما محتاج تعديل فشطارتك في قبل ما تبدا وانت في البريليم ستيب شطارتك انك تفيت ذا بروجكت تانلايز ذا بروجكت اكستنسيفلي ان سترينوثلي ان ثورولي فدو اونلاين ريسيرش اسك اذر ستودنتس وخد عون ممن تستطيع حتى تدرك ان لا ذيس بروجكت از جود ذا لو بوزز ار او ذا تشانسز ذات از نوت gonna ورك ار فيري لو ستارت ورك اون ات لان لو ما حصلش هيبقى النقطه الثانيه هتتشينج ذا بروجكت ويعني this is a pain ابتديت تشتغل في بروجكت و after 2 years in the middle of 2 years you found that I'm not getting any positive data كل الداتا نيجاتيف فمش بعد سنتين شغل عايز تتشينج ذا بروجكت فدو ات فروم ذا بيجينينج دو يور هوم ورك فروم ذا بيجينينج vet again I'm saying vet the anything is given to you by the your PI vet it and make sure it's feasible بدل ما تضطر تغيره طبعا هو سهل تغيره لو هو is not working أو if it's necessary يعني في a lot of reasons why you would change a project ولكن يعني don't do yourself this مش بعد سنتين أو ثلاثة شغل you find yourself oh I need to change the project because it's not working I need to change this in the protocol بلاش يعني بتبقى مؤلمة جدا يعني حطيت مثل يعني كرتون مضحك شوية بيقول إن لو تركزوا في الشاشة هنا بيقول then I'm miracle is gonna happen. This is not science. انت المفروض بتمشي systematically لغايه ما توصل للريزلت بتاعتك. يعني مفيش حاجه اسمها a miracle is gonna happen. لذلك I'm telling you vet it vet it اي project يدولك ال PI you have to vet it. مفيش miracles بتحصل في الساينس. the PI وده اهم شيء بس خليني اتشيك التايمنج ربما بنحب نفصلهم على محاضرتين يعني اذا كنا تخطينا ساعه تخطينا ساعة طيب انا هنقف هنا لان فاضل 22 اظن فاضل 14 سلايد فهنقف هنا ان شاء الله ونقسمها على مرتين لان دي ساعة وانا لا احب ان الناس تمل ونتكلم على البي اي لان اتس فيري امبورتنت توبيك فهنقف هنا ان شاء الله ونكمل في محاضرة قادمة ان شاء الله نكمل الجزء الثاني في البي اتش دي او ستودنتس لايف شكرا والقاكم ان شاء الله